اسعار اللحمه في العيد السنه دي هتبقى عامله ازاي؟ والله الاسعار احنا حاكمينها برغم ارتفاع الاسعار وارتفاع سعر العلف وارتفاع حتى سعر الذره اللي الدوله بتستورده. ايه علاقه الدولار باللحمه؟ معلش معلش لازم اقف هنا، ايه علاقه الدولار بسعر اللحمه؟ الدولار ما انت بتستورد منه العلف وتستورد بيه الذره الصفراء. ده بنستورد الاعلاف بالدولار يعني؟ فده يرفع لي بنستوردها بايه؟ فده يرفع لي سعر اللحمه في النهايه. فبذلك انا بعذر التاجر وبعذر المربي. تمام. طيب دلوقتي احنا عايزين نقول معلومه للناس بمناسبه العيد اللي كمان يومين ده. تمام؟ طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه. كيلو اللحمه الكندوز بكام وهيبقى بكام في العيد؟ هو كان متراوح بين 90 و 95 النهارده بنبيع ب 100 وفي غيرنا بيبيع ب 112. بالنسبه للضاني كان قبل العيد بكام وفي العيد بيتباع بكام؟ قبل العيد كان السعر بتاعه 95 وصل 100 105 وانا برضه ببيع 90 95 للزبون. يعني في حتت متميزه عن حتت الايه؟ اللي هي البريمو. فالضاني كان ب 90 95 قبل العيد وعندي الدوش الكندوز اللي هو برضه عشان يبقى فيه ذمه او فيه ضمير في البيع ده 60 جنيه بدل 65 جنيه ده في متناول الجميع. وبعض الجزارين الاماكن الشعبيه بياخدوه ويدخلوه مع اللحمه اللي هي العاديه المقتل الامامي ويقول انا بيع ب 90 ولكن هو سعره الحقيقي لو هو باع ده مع ده يبقى سعره 80 جنيه. فانت الدوش عند حضرتك ب 60 جنيه. 60 الدوش ده اللي هو الرقبه؟ لا اللي هو الصدر او البطن بتاع المخزن. تمام. طيب البتيلو بقى. البتيلو بيتراوح من 150 ل 165. وفي العيد هيبقى بكام؟ ما زال احنا ثابتين. هو السعر ده من 160 ل 165. تمام. والكبده؟ الكبده الضاني؟ 95. الكبده العجالي؟ 100 جنيه ولو صافي 110. تمام جدا. طيب كيلو الخروف قايم بكام؟ بيتراوح على حسب الجوده. من 42 ل 45 ده البلدي. البلدي. تمام. طيب وكيلو العجالي او كيلو الكندوز قايم من 38 ل 39 او 40 جنيه. كزحرك. طيب على حسب الجوده. ساعات بنصحها.